تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. وصف وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية الدكتور أنور قرقاش الساعات القليلة المتبقية على انتهاء المهلة الممددة لقطر للرد على قائمة المطالب الجماعية المقدمة من الدول المقاطعة لها على خلفية دعمها للإرهاب بأنها مفصل تاريخي لا علاقة له بالسيادة، جوهره نهج الجماعة والتزاماتها، فإما الاتفاق على الأمور المشتركة التي تصون مصلحة دول الخليج مجتمعة وإما الفراق. أعلن التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن أن قوى سوريا الديمقراطية دخلت البلدة القديمة في مدينة الرقة خلال المعارك التي تخوضها ضد داعش. وقال التحالف إنه ساعد في الهجوم بقصف قطاعين من سور الرافقة في البلدة ما أدى إلى التغلب على دفاعات داعش. وتدور معارك عنيفة شرقي وغربي الرقة وسط خطط تكتيكية جديدة تستخدمها قوات سوريا الديمقراطية ضد داعش ضمن المدينة القديمة حيث سيطرت فيها على قصر البنات. شنت طائرات قوات الأسد ضربات جوية بثمانية براميل متفجرة تحتوي على مادة النابالم الحارقة مستهدفة أحياء درعا المحررة. وقال مراسلنا إن القصف شمل مبنى الدفاع المدني والمشفى الميداني في مدينة الحراك شرقي درعا. أعلنت الأمم المتحدة أن أمينها العام أنطونيو غويتيريس عين يوم الاثنين القاضية الفرنسية كاثرين ماركي أويل على رأس فريق دولي مهمته التحقيق في جرائم حرب محتملة في سوريا. وتعمل القضية الفرنسية حاليا وسيطة في اللجنة التابعة لمجلس الأمن الدولي والمسؤولة عن تنظيمي داعش والقاعدة. توفيت طفلة إثر اندلاع حريق كبير في مخيم تل السرحون للاجئين السوريين في منطقة بر الياس في البقاع الأوسط شرقي لبنان. وقالت مصادر أمنية إن النيران أتت على أكثر من 30 خيمة للاجئين ما أسفر عن قتل الطفلة وحدوث إصابات وحالات اختناق. تواجه القوات الأمنية العراقية قتالا شرسا في الشوارع المتبقية تحت احتلال مسلحي داعش من مدينة الموصل القديمة شمالي البلاد. وقال قادة القوات العراقية التي تخوض المراحل الأخيرة من معركة تحرير الموصل إن ما يزيد من صعوبة القتال هو تزايد عدد الهجمات الانتحارية. أكدت الولايات المتحدة أن كوريا الشمالية أطلقت يوم الثلاثاء صاروخا باليستيا متوسط المدى سقط في بحر اليابان. والتجربة الصاروخية الجديدة لكوريا الشمالية تأتي قبيل أيام من قمة لزعماء من مجموعة العشرين في ألمانيا. نهاية الموجز، في أمان الله.